بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وقلنا الصحيح، وذلك لإخراج الفاسد أو إخراج الباطل، فهناك نكاح باطل وهو ما اختل ركنه، ونكاح فاسد وهو ما اختل شرطه. وقلنا الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والإشهاد عليه. وأكملنا هذه الأمور عبارة بعد أخرى، وانتقلنا بعد ذلك إلى كتاب الصداق، وهو المهر الذي يقدمه الزوج لزوجته دليلا على رغبته في الاقتران بها بما يرضي الله عز وجل وبما يوافق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدم المبالغة فيه أو عدم المباهاة، وإنما أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، كما ورد ذلك في الحديث. ولو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله لكان أولانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المهر الذي يدفعه لبناتي أو الذي يأخذه المهر الذي يدفعه لزوجاتي أو يأخذه لبناته إنما هو ما بين 400 إلى 500 درهم. فأمرنا أيها الأحباب بأن لا نتباهى فيه ولا يحصل فيه التفاخر، وإنما ما كان يسيرا يؤدي الغرض يجعل الله فيه الخير والبركة، ويجعل الله فيه ما يحتاجه الرجل أو ما يطمع به من وجود الذرية الصالحة ووجود الأسرة المستقيمة. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأكارم، قلنا المهر ليس من شروط النكاح وليس من أركانه، وإنما هو مطلوب ليقدمه الرجل لزوجته لتعرف صدقه ورغبته الأكيدة في الاقتران بها. وكيفما اتفقا، إن اتفقا على شيء يسير جاز ذلك، وإن اتفقا على شيء أكثر جاز ذلك، وإن اتفقا على تعجيله جاز ذلك، وإن اتفقا على تعجيله جاز ذلك أيضا، وإن اتفقا على تعجيل البعض وتعجيل البعض جاز ذلك أيضا. فلو اتفقوا مثلا على 1000 أو على 2000 أو على 3، إذا كانوا معجلة تكون في الحال، وإذا كانوا مؤجلة تكون إذا حددوا أجلا فنعم، وإذا لم يحددوا يكون إلى أقرب الأجلين وهما الفرقة أو الموت. يعني مات الإنسان وعليه مهر لزوجته يعتبر دينا في ذمته قبل قسمة التركة،
وقبل أن نعطي الأم سهما والأب كذلك والأولاد نأخذ مهر الزوجة ونسلمه لها لأجل أن تبرأ ذمته بذلك. فينبغي لنا أيها الأحباب الصدق فيه وعدم المبالغة وعدم المباهات وعدم التفاخر، بل الشيء الذي يكفي يجعل الله فيه الخير والبركة ويجعل فيه الستر والإعفاف، الإعفاف للرجل والإعفاف للمرأة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد بقي فقرات قليلة تتعلق بالصداق نقرأها في درسنا الحالي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد الأمين. فصل. وإذا تزوج الكافر كافرة بمحرم، تزوج كافرة بمحرم ثم فإن استلموه وتم الاستلام وانتهى ما نتعرض لهم، وإن كان لم يستلم أبدلناه بشيء حلال. فلو تزوج كافر كافرة بخنزير مثلا أو بخمر أو أمور محرمة، نقول إذا أنت واستلموا ودخل بها انتهى الأمر ولا نتعرض له، كما أننا لا نتعرض لعقود النكاح التي أجروها قبل إسلامهم إلا إذا كان لا يقر، كأن يكون تزوج أخته من الرضاعة، كأن يكون تزوج أخته من النسب، أو تزوج خالته، أو تزوج عمته، أو إحدى المحرمات، فنحن لا نقرهم على ذلك. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا نسأل، نقول كيف تم العقد وكيف صار وما هي شروطه وما هي أركانه، ندعهم على ما كانوا عليه. نعم. وإذا تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى. يعني إذا تحاكموا قبل الاستلام ما استلموا وما قبض، نقول لا. ماذا عقدتم عليه؟ قالوا عقدنا على خمر، نقول لا. ماذا عقدتم عليه؟ على شيء محرم، نقول لا. لكن إذا كانوا قد استلموه وانتهى الأمر لا نتعرض لهم. نعم. سقط المسمى ووجب مهر المثل. لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم. سقط المسمى، المسمى ما هو؟ خمر. المهر. المسمى خنزير. نقول ما يمكن نقرهم على خمر ولا على خنزير، نقول مهر المثل. بنت عمها كم مهرها؟ بنت خالها كم مهرها؟ بنت أخيها كم مهرها؟ يعني نسائها. سقط المسمى ووجب المثل لمن هو في مثلها، إن كانت بكراً فمهر البكري، وإن كانت ثيبا فمهر الثيب، وهكذا. نعم. لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم، لأنه لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه خمر، على 50 قارورة خمر، على حيوان خنزير، لا، ولا يمكن أن يقر بحال من الأحوال. نعم. وإن كان بعد القبض برئت ذمته، إن كان بعد القبض انتهى وبرئت الذمة ولا نتعرض له. كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا. نعم. وإن قبضت البعض برئت ذمته، برئت ذمته في المقبوض وعدلنا الذي لم يقبض. ومثاله لو كانت الاتفاق على 50 كرتون مثلا من الخمر، استلمت منها 25، نقول اللي استلمت وتصرفت فيها ما علينا، لكن 25 ما نقرهم عليها، وإنما نبدلها بشيء يقر في الشريعة الإسلامية. نعم. كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا. نعم. وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض. نعم. ووجب بسقط ما بقي، ووجب بسقط بقسط ما بقي، يعني نعم. بقسط بقى النص، بقى الربع، بقى ثلاثة الأرباع، بقى الخمس، اللي راح راح نقول، والباقي بقسطه نعطيها شيئا حلالا. كذا شيخ تركي؟ نعم. واضح؟ نعم. نعم. على أساس أنه مكتوب هنا غلط. وجب بقسط ما بقي من مهر المثل. نعم. فإن كان الصداق خنزيرين أو زقي خمر أو زق خمر يعني وخنزير،
الزق هو القربة الراوية، هو القربة الكبيرة فيها، بدل ما يكون فيها عسل، بدل ما يكون فيها زيت، بدل ما يكون فيها سمن فيها خمر، فيها خمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر. نعم. وقبضت أحدهما ففيه وجهان، أحدهما يعتبر العدد لأنه لا قيمة له، فكان الجميع فكان للجميع واحدا، فيسقط على عدده، فيسقط نصف الصداق. نعم. فيسقط نصف الصداق ويجب نصف مهر المثل، والثاني يعتبر بقيمته عندهم أو بالكيل وإن كان مكيلا لأنه أخصر. ومن الذي يحل هذا؟ من الذي يحدده؟ القاضي الشرعي. القاضي الشرعي. لأن حكم، لأنه في روايتين الآن. نعم. كيف نحك نرجح هذه على الثانية أو الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى؟ نعم. نقول حكم القاضي هو الذي يحدد، وحكم القاضي يرفع الخلاف ولا يحق لنا أن نتعرض له إلا شيخ قاسم، إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. تقدر تمثل لنا من مثال يا بني؟ يعني ننقضه لأنه خالف. لو حكم القاضي بجعل مالي مثلا مال الدائن هذا عند مفلس كبقية الغرماء، فهذا يقول لا يا أخي مالي مالي على قناة، أنا هذه سيارتي وأريد أستلمها فأخذها كذا. يعني مثلا عندنا إنسان اشترى سيارة بكم؟ ب50,000، وقال له بكرة أو بعده أعطيك الفلوس، بعدين تبين أنه مفلس وأنه محجور عليه كذا، جاء صاحب السيارة نقول له نبي نبيع سيارك في المعرض ونمر المبلغ عليك أنت والدائنين، يقول أنها ما لي علاقة. فلو حكم القاضي بجعل صاحب السيارة كبقية الدائنين نقول هذا خالف نصا، لأن من وجد ما له بعينه فهو أحق به. أحسنت يا شيخ، واضح يا شيخ تركي. نعم. فصل. وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه صح. نعم. لأنه أصدقها تحصيل، يشتري لها العبد، في عبد اسمه، يعني وقت ما كان العبيد موجودين العبد هذا اسمه سالم أو اسمه سرور، تشتري لي سرور، قال ما اتفقوا، بعدين سرور هذا راعيه ما طاع يبيعه، وش نسوي؟ أو أعتقه صرحر، فكيف التصرف؟ يعني المعلف رحمه الله يذكر هذه المسائل وهي قد تكون نادرة الوقوع، أو طلبت أن السيارة اللي مع فلان تكون هي المهر كذا، وحددنا السيارة وقلنا ما يخالف سيارة لا غبار عليها، بعدين صاحب السيارة بدل ما تسوى السيارة 10,000 قال ما بيعها إلا 100، ما بيعها إلا 50، نقول لازم نشتريها منه؟ لا، نعطيها مهر المثل. نعم. لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح. نعم. كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين. نعم. فإن لم يبع أو طلب به أكثر من قيمته قابلها فلها قيمته. نعم، فلها قيمته لأنه ما تيسر بيعه. نعم. لأنه تعذر تسليم المسمى، تعذر ولم يكن أو اعتق وأصبح حرا. نعم. فوجبت قيمته. نعم. كما لو تلف، كما لو مات. نعم. العبد هذا قالت على أن تصدقني هذا العبد، أو بدل ما نقول عبد، سيارة الفلانية كذا وكذا، بعدين الرجال ركب وهو مستعجل وقطع الإشارة وانقلب، أصبحت بدل ما تسوى السيارة 100,000 أصبحت تسوى 5,000، ما العمل؟ ما في سيارة ثانية غيرها، هي وحدها ما تتجزأ، فما العمل؟ نعطيه مهر المثل. وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح كذلك، رقيق وقال بعتك قبوش وبعدين ما تيسر، أو سيد الأب أبى أن يبيعه أو أعتقه. نعم. ومتى تعذر اعتاقه وجبت قيمته لما ذكرناه،
وفي المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته لم يلزمه قبوله، لأن الحق ثبت لها في معين فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه، كما لو قال أصدقتك هذا العبد وأشار إليه، نعم، وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح. عمره 30 سنة يجيد حفظ القرآن ويكتب الخط العربي ويتكلم باللغة العربية، يعني موصوف، لأن هذا مر بنا السلم. السلم وش قلنا في تعريفه يا شيخ عثمان؟ السلم ما هو؟ كيف نعرفه يا بني؟ هو عقد على بثمن مقبوض في مجلس العقد، كذا يا شيخ أحمد؟ إذا قلنا ما هو السلم أو السلف، لأنه يسمى السلم ويسمى السلف، أهل الحجاز لهم ينطقونه بصيغة وأهل العراق ينطقونه بعبارة أخرى، سلم أو سلف كلاهما معناه واحد، بخلاف السلف اللي عندنا الآن سلف والقرض هذا يختلف، وإنما السلم أو السلف هو بيع عقد موصوف في الذمة على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس في العقد. مجلس العقد، نعم. وهنا يعني طلبت مهرا عبد موصوف عمره كذا ويجيد العربية ويستطيع قيادة السيارة ويعلم إلى آخره، يعني ذكرت مواصفات تنطبق عليه، نعم. وجبت قيمته لما ذكرناه، وفي المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته لم يلزمه قبوله، لأن الحق ثبت لها في معين فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه أو عوضه مع إمكانه، كما لو قال أصدقتك هذا العبد وأشار إليه، نعم، وإن تزوج على عبد موصوف في الذمة صح، لأنه يصلح أن يكون عوضا في البيع، نعم، ولا يلزمه قبول قيمته. يقول ما أبي القيمة، أنا أبي الموصوف هذا، لو العبد الموصوف في الذمة سألنا قالوا هذا ما نبيعه إلا ب50,000، قال أبعطيش 50,000، ما يلزمها القبول، وإنما تأخذ العبد الموصوف الذي تتوفر فيه الصفات، هذا في حالة كون الأرقة يباعون ويشترون، أما الآن فلا، وإنما مسائل يكون طلبة العلم على دراية ومعرفة بها، نعم. لأنها استحقت عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع، وعند القاضي يلزمها قبولها قياما على الإبل في الدية، على يعني مثلا الدية قلنا 100 من الإبل، والمئة يأخذها من نوق عند الشيخ بكاي، ما يلزم أن يشتري نوق الشيخ بكاي، يمكن أروح للشيخ قاسم واشتري منه، يمكن أروح للشيخ علي واشتري منه، يمكن أروح للشيخ أحمد، من أي نوق، ما هو بيلزم نوق فلان. ومر علينا قضية مرة يعني أو في المقامات، قال يا بني إني عاليت ألا أزوج ابنتي إلا من أمهرها 100 ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة، ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة، وكان بينه وبين خزاعة أسد وحية، فقال إن سلم من الأسد لا يسلم من الحية، ويريد قتله، فلما مر بالطريق وإذا بالأسد واقف في انتظاره، ثم بعد ذلك نزل بشر اسمه بشر واخترط سيفه وقد له وقد بعض أضلاعه، وقال نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، وأنت تريد للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، إلى آخره، وهذه المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني، نعم. فصل. وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لا ينبغي هذا، وقد نهى عنه. تقول مثلا أنا ما عندي مانع، لكن أنت عندك مرا وأنا ما أريد، اطلقها، أنا ما عندي مانع، فهذا نهي عنه،
ويأتينا رواية ثانية لأن لها مصلحة. تقول بدل ما يجيني باليوم يوم بعد يوم كل يوم يبقى عندي وأنا وياه وانت فاهم ولا مصلحة. فهو محل خلاف، والذي يميز هذا هو القاضي الذي تمر عليه. يعني مثلا هنا عبد وهنا مثلا جارية وكذا، كل هذا غير واحد. لكن هذا قد يكون، أذكر مر بي قضية قالت أبشترط عليه إنه ما يتزوج، أبشترط عليه ما دمت في عصمته ما يتزوج. قلنا ما في داعي نسجل هذا، وأنت إن شاء الله امرأة خيرة وفيك يعني الخير والصلاح، وأفعالك وصفاتك تجعله يقتصر عليك، ولا تقول أريد تشرطون عليه إنه ما يتزوج علي. وهذا الآن اللي عندنا الآن اشترطت طلاق زوجته، فزوجته مسكينة عندها أولاد عندها كذا تتضرر، قد يهدم البيت في هذا الشيء، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ بما في صفحتها. تسأل طلاق أختها أي نعم لتكفى ما في صفحتها، يعني تأكل الطعام وحدها. نعم. أو إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله. نعم. رواه البخاري ومسلم. وعنه يصح لأن لها فيه غرضا صحيحا. وعنه رواية أخرى يصح، رواية أخرى يصح. تقول أنا عندي غيرة ولا أتحمل أن عندك مرة وأخشى أن أتصرف تصرف خاطئ، فإذا طلقها ما عندي مانع، يعني وافق على العقد معك وإلا أعذرني. يعني لها مصلحة. نعم. لأن له لها فيه غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها. أشبه، وش معنى العبارة هذه يا شيخ تركي؟ أشبه عتق أبيها. لأن لها فيه غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها. أشبه لو فرضا يعني مثلا أبوها كان رقيقا، لو كان أبوها رقيقا وفي يعني مثلا عتق أبيها مصلحة لها لأن يكون حرا يعني. أوضح يا بني. والله يعني مثلا أنت عارف الجواب بس التعبير إلا لا يمكن يخون للتعبير يعني مثلا. نعم تفضل. أشبه يقول الآن أي نعم إنه طلاق الزوجة لها فيه مصلحة، بدل ما يكون لها ضرة وأصبحت وحدها. كذلك لو أنها أبوها رقيق عنده وقالت بشرط أنك تعتقه هذا مهري، فإذا كان أبوها انتقل من العتق من الرق إلى الحرية فهذا لها فيه مصلحة ولها فيه هدف سامي وغاية نبيلة. نعم نعم نعم. لأن لها فيه غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها، فإن فات طلاقها بموتها. يعني مثلا ماتت الضرة هذه اللي مشروط طلاقه، ماتت تقول أنا ما استفدت الآن، الزوجة ماتت، لكن قد يقول أنا بجيب غيرها وما الحين عنده ثنتين عنده واحدة، وشرطت الجديدة هذه أنه يطلق ذيك. الثانية سمعت الخبر أنه بتزوج وأصابها صرعة ولا نكبة وماتت. أي طيب مثلا هي ماتت صار ما عنده أحد، هل نقول يسقط المهر أو يعوضها أو كيف؟ هذا هو. أي نعم. فقال أبو الخطاب قياس المذهب أن لها مهر الميتة. أن لها مهر الميتة. الميتة. لأن ماتت طيب يعطي بدالها. لأن عوض طلاقها مهرها. نعم. فأشبه قيمة العبد. نعم. ويحتمل أن يجب على أن يجب مهر المثل، لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل. ولا مثل. أحسن. فصل. وإن تزوجها على 1000 وإن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، فالتسمية فاسدة لأنه فيه معنى بيعتين في بيعة. ما له علاقة هذا، أبوها حي ولا ميت ما له علاقة. ما له دخل. إذا كان أبوها حي 1000 وإذا كان أبوها ميت 2000 ما له علاقة، فيقول هذا شرط فاسد. وإن تزوجها على 1000 إن لم يكن لها زوجة
وعلى 2000 وإن تزوجها على 1000 إن لم يكن لها زوجة إن لم يكن له زوجة نعم نعم إن لم يكن له زوجة وعلى 2000 إن كان له زوجة. واضح العبارة الآن يا شيخ تركي؟ إيه نعم نعم. كان لها أي له له ولا لها؟ لا له الضمير هنا يعود على الرجل. فلها هدف، هي لها هدف في هذا. إيه نعم. يعني قال إن كان عندي زوجة فأنت لس 2000 بـ2000 وإن كان ما عندي أحد فلس 1000. لها هدف، فهي تستفيد من عدم وجود ضرة وعدم وجود من يقف في طريقها وعدم من يجوب من يغنغص حياتها. نعم. فقال أحمد تصح التسمية. قال أبو بكر والقاضي في المسألتين جميعا روايتان، جعل نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى لتماثلهما، إحداهما فساد التسمية اختاره أبو بكر لأنه لم يعين العوض ففسد كبيعتين في بيعة، والثانية يصح لأن الألف معلومة وإنما جهلت الثانية وهي معلقة على شرط، فإن وجد كانت زيادة في الصداق والزيادة فيه صحيحة. فصل. فإن أصدقها تعليم شيء مباح، أبعلمه اللغة العربية، نعم، أبعلمه حفظ القرآن الكريم، أبعلمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هذا مهرا لها، فهل يصح أو لا؟ يعني تعليمه. لكن لو قال تعليم الغنى أو تعليم الطرب أو كذا أو كذا نقول لا. نعم. فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة أو كتابة أو فقه أو حديث. رأيت 4 غرائب أو كذا. أولا رأيت جدة لها 21 سنة، هي جدة وعمرها الجدة هذه 21 سنة، هذا واحد. ثانيا رأيت قاضي فلس رجلا بمدي نوى، يعني مل الكاس مرتين، عبس نوى التمر، فحكم عليه أنه مفلس. ورأيت أميرا يقول مال الناس يقفون عند باب الأمراء ولا يقف عند باب أحد، قالوا إنك ما تظلم ما تضرب ولا شيء، بدأ يمسكون الواحد ويضربونه ويدخلون السجن، بعد ساعة وساعتين يجون أهله يطلبون الشفاعة لما ازدحموا الناس عند الباب. الرابعة يقول رأيت رجلا يعني كبيرا بلغ من العمر ما كبل يجوب المدينة حافيا مع الحذيان ويعلم القيان الغناء، وإذا حان وقت الصلاة صلى جالسا ما يقدر يقوم. فهذا يقول من الأشياء الأربعة. نعم. أو فقه أو حديث أو لغة أو شعر لها أو نعم. لغلامها صح لأنه أحد عوض الإجارة فجاز صداقا كالأثمان. فإن أصدقها تعليم شيء لا يحسنه نظرت، فإن قال أحصل لك تعليمه صح لأنها منفعة في ذمتي لا تختص به، فأشبه ما لو أصدقها دينارا لا يقدر عليه. وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح لأنه تعين بفعله وهو عاجز عنه. وقال في المجرد يحتمل أن يصح لأنه يقع في ذمته فصح لما ذكرنا، فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجرة تعليمها، وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانها لم يلزمه ذلك لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإعطائه وإبطاله في سرعة التعليم وإبطائه. نعم. ويحتمل أنه يلزمه في واحد يفهم
بالمرة الأولى، واحد يفهم ساعة، الفهم يختلف من فلان إلى فلان. نعم. ويحتمل أنه يلزمه إذا أتته بمن يجري مجراها، بمن يجري مجرى، يعني متساوي في الفهم والإدراك والاستيعاب، كمن اكترى شيئا جاز له، كمن اكترى شيئا جاز أن يوليه لمن يقوم مقامه. نعم. وإن طلقها بعد الدخول قبل تعليمها ففيه وجهان، أحدهما يعلمها من وراء حجاب، كما لم لأنه قبل الدخول وقبل العقد أجنبية منه، لكن من وراء حجاب يسمع منها ويناقشها كما يسمع الحديث من الأجنبية. والثاني عليه أجرة التعليم لأنها صارت أجنبية، فلا تؤمن الفتنة عليهما في تعليمها. نعم. أما لأنه ما عقد عليها، لأنه لم يعقد عليها. أما الحديث فإن الحاجة داعية إلى سماعه لأنه لا بدل له، وإن كان قبل الدخول ففي تعليمه النصف الوجهان، فإن طلقها بعد تعليمها رجع عليها بنصف أجرة التعليم. فصل. لعلنا نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأربعاء إن شاء الله، لأن يوم الثلاثاء قد أكون عندي مراجعة للطبيب، فيوم الأربعاء إن شاء الله، وغدا درسنا المعتاد في الفرائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندما قال المؤلف رحمه الله قبل قليل يعني كالإبل، لأنه لو اشترط نوق فلان أو نوق، فالنوق كلها واحد، وإنما أمثالها. وأذكر أنه لما كنا يعني في الصحن ذكرت نموذجا للمقامات، ومنها مقامات بديع الزمان، يقول أغاروا على فريق أو جاء من العرب، وكان من نصيب بشر منهم نصيبه أحدى فتياتهم، وكانت كريهة له لا تريده، فلما قرب منها قالت أعجب بشرا حور في عيني، وساعد أبيض كاللجين، ودونه مسرح طرف العين، لو ضم بشر بينها وبيني أطال هجري وأدام بيني. قال ويحك من عنيت؟ قالت ابنة عمك فاطمة. قال أهي من الحسن بحيث وصفت؟ قالت وأزيد وأزيد. فذهب إلى عمه وطلب ابنته، فمنعه العم أمنيته، فكثرت أحزانه وازدادت شجونه، فقال فاجتمع رجال الحي وقالوا كف عنا مجنونك، يقولون لعمه، فقال دعوني لعلي أهلكه ببعض الحيل. ثم قال أي بني إني آليت، بمعنى حلفت، ألا أزوج ابنتي إلا بمن يمهرها كذا 100 من الإبل، ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة. وكان بينه وبين خزاعة أسد وحية، قال إن سلم من الأسد لا يسلم من الحية، فسار وفي الطريق التقى بالأسد، فخرط سيفه وقد أضلاعه، فخاف عليه العم من الحية أن تهلكه، فأرسل إليه وعاد وزوجه ابنته. فبعد فترة أغير على بشر ومن معه، وكان فيهم غلام صغير لم يتجاوز 11 أو 12، فحاول بشر أن يضربه ضربة أو ضربتين ولم يستطع، ونال الغلام من بشر بضربات متعددة، فقال له بشر ويحك من أنت؟ قال أنا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك. فقال تلك العصا من هذه العصية، هل تلد الحية إلا الحية؟ وانتهت. فهم في اسماء المقام البشرية لبديع الزمان. يقول ما حكم ما يحصل عند بعض الناس، يطلب الرجل من الآخر ليركب فرسه حصانه، نعم، للرجل الآخر، ثم يعطي صاحب الفرس بعض المبلغ أو شيء، نقول إذا كان مشروط لا يجوز، وإذا كان هدية أو بدون شرط فلا حرج. يقول كثير من أخواتنا هداهن الله لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، فهل من كلمة؟ أقول إذا حصل التعاون زال أي ضرر، فهن جئن لخير
وجئنا يجنين تجارة رابحة لتؤدي الواحدة نسك، فهن أمي وأمك وأختي وأختك وابنتي وابنتك. لو أن كل واحد منا نصح من لديه من النساء وأمرهن ووعظهن وأرشدهن حصل المطلوب، وإلا فإن المسؤولين في الحرم لم يقصروا ولم يتوانوا وبذلوا قصار الجهد، لكن يحتاج إلى تعاون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.